أو إني ما عندي ما فماش رسالة سبيسيال على خاطر جماهير النجم الساحلي ما تستناش ميساج من حتى حد. اليوم لتوال استادنا معروف، جماهير النجم الساحلي والحماس نتاع جماهير النجم الساحلي معروف، الناس تحب جماعتها تعشق جماعتها، أكيد جدا باش يكونوا حاضرين من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرانية باش يشجعوا، وإن شاء الله يا ربي معناها الملاعبية والناس كل تكون في المستوى، وإن شاء الله معناها نتمنى كون الترشح هذا للناس في النهاية يفرح جماهير النجم الساحلي مش كان في سوسة، في الساحل الكل معناها والبر حتى من الساحل، وإن شاء الله يا ربي معناها نكونوا في المستوى يا ربي. جمهور الترجي التونسي ساند بالقدا معناتها فريقه في المقابلة هذه، خاصة إذا كان نعرفه معناتها من بعض المشاكل اللي كانت صايرة على مستوى الأمن ومستوى الفيدراسيون كذا، دونك رجوع لجماهير الترجي الرياضي التونسي في المقابلة هذه كان حافز كبير برشا. صحيح عن سارتان مومون وقت اللي ما مشاتش الأمور في الترجي الرياضي التونسي حسينا أنه حتى جمهور دار عليهم شوية وجماهير بدأت تهبط وكذا، دونك فما شوية بيرتورباسيون. على هذاك معناتها أكيد الميساج نوجهه لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي معناتها مش رمي ورود، لكن اكدت وبرهنت في اكثر من مقابله، خاصه المقابلات هذوما اللي يكونوا ديسيزيف واللي يكون النجم الرياضي الساحلي مستحق الجمهور نتاعو الا وكان موجود وبكثافه وكان يشجع، ولو بلوز امبورطون يشجع من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه بو امبورت السيناريو اللي باش يكون في المقابله. هذاك الميساج نتاعي، نشجع الجمعيه معناتها حتى للاخر جوسكو بو، ومن بعد اذا كان فما حاجات هكا ولا هكا نجموا اكيد نحكيوا فيهم، لكن مطالبين جماهير النجم الرياضي الساحلي باش يكونوا بالكثافه المطلوبه ويشجعوا التشجيع اللي تعودنا عليه اللي في اكثر من مقابله، حتى وقت اللي كنت انا موجود يظهر لي فما مقابلات جابهم جمهور النجم الرياضي الساحلي.